خصوصية المغرب هو يمتاز بخط مغربي أصله خط كوفي، ولكن تفرعت عنه مجموعة من الخطوط نذكرها. هناك الخط المغربي المشرقي والذي يدعى بالخط المغربي الثلث المغربي، وهناك خط المغربي المبسوط والذي يكتب به المصاحف، ثم هناك خط مغربي آخر اللي هو اسمه المجوهر، هذا الخط الذي تكتب به المخطوطات والرسائل، واختصت به كذلك الدواوين السلطانية. الزحف ديال وسائل التواصل وديال الانترنت والتكنولوجيا الحديثه هي اللي خلات ان هذه المهارات اليدويه تبدا تنقرض. كاينه محاولات ديال الاحياء او بعث هذا الفن هذا في المغرب، وذلك بتاسيس مؤسستين تعليميتين، اولاها كاينه في الدار البيضاء والثانيه كاينه هنا في فاس مدرسه السهريج اللي كاينه في المدينه القديمه. الخط المغربي المشرقي او الثلث المغربي فقد كان يكتب باداه حاده تسمى الدابل اللي هو البيركار حاليا، كان يرسم في الخشب، كان يرسم في الزليج، في الرخام، وكان يرسم كذلك في المخطوطات، ثم يملأ ويوضع له حاشية. والآن أصبح يكتب بقلم خط عربي عادي جدا ممكن كتابته، إذن هذا تطور. زعما ماشي اي واحد يقدر يدخل لهذا المجال هذا، يعني اللي ما كانش عنده شي حس فني بعدا ما يمكنش، ولكن ممكن يتعلم يعني بالاستمراريه وبالمحاكاه وبزاف ديال الحوايج يمكن يتعلم هذا الفن هذا.